وقف الاستيطان، وتحدث لاحقا عن ان هناك مبادرة سلام امريكية، لم يتوقف الاستيطان بل بالعكس زاد، ولم نرى حتى هذه اللحظة اي مبادرة سلام امريكية. هو انشغل في افغانستان ثم انشغل في العراق، لكن همه الاول والاخير ان تنشب في المنطقة حرب يقوم بالنيابة عنه الدول العربية ضد ايران. واعتقد انه مرة اخرى كما قال الاستاذ معن، نحن اذا كنا نريد حراكا حقيقيا علينا أن نبدأ مفاوضات ليس فقط بين الفلسطينيين وبعضهم البعض، وليس مع إسرائيل، ولكن اللقاء يجب أن يتم بين حوار عربي إيراني. إيراني إيران دولة كبيرة، دولة إسلامية، دولة لا حدود معنا، أكبر دولة في العالم اعترفت أن لها حق في أن يكون لها دور إقليمي. كل هذه الأشياء يجب أن نبدأ معها، لأن هناك مشكلات كبيرة عالقة علينا أن نبدأ من المصالحة الفلسطينية، الحوار العربي الإيراني. أعتقد أن هذه الخطوات التي تجعل مرة أخرى كما قلت أن نضع الحصان ثم العرب. بلغوثي أعود إليك، ربما يعني لو إذا لديك من تعليق حول الدور الأمريكي. على كل حال يعني الموقف العربي الرسمي على الأقل ليس لديه رهان سوى على هذا الدور، انطلاقا من الإدارة السابقة والإدارة الحالية للرئيس أوباما. هل يمكن أن يراهن على هذا الشيء؟ ثانيا، نتائج هذا الحراك التي تشهده الساحة العربية الآن، هل يؤدي إلى عودة من جديد إلى العملية التفاوضية أم يعقدها؟ أنا أمل أن لا يجري العودة للمفاوضات في ظل الظروف الحالية، لأنه إذا كما قلت إذا جرى العودة إلى هذه المفاوضات في ظل الشروط القائمة فلن تؤدي إلى شيء سوى لشيء واحد، هو أنها المفاوضات نفسها ستعود إسرائيل لاستخدامها كما فعلت طوال 16 عاما الماضية كغطاء لعملية التوسع الاستيطاني وتغيير الأمر الواقع على الأرض، وهذا أمر مؤسف جدا، بالإضافة إلى أنه سيعمق الانقسام في الصف الفلسطيني. لذلك أرجو أن يكون هناك حذر شديد في التعامل مع هذه المسألة. النقطة الثانية بالنسبة للرهان على الولايات المتحدة، الولايات المتحدة قوة كبرى، القوة الأكبر في العالم، هذا لا شك فيه، وهي الداعم الأول لإسرائيل، وهي التي لديها تحالف استراتيجي مع إسرائيل، لا نستطيع أن ننفي وجودها أو العلاقة معها، ولكن السؤال هل نراهن على أنها ستقوم بالعمل بالنيابة عنها؟ هذا وهم. أو القول بأن 99% من أوراق الحل بيد أمريكا، هذا وهم آخر. الذين يتكلوا على أمريكا أو على أوباما سيجدوا سراب في نهاية المطاف. نحن نتحدث فعلا عن عالم فيه ضغوط وفيه مصالح وفيه توازنات قوى، علينا أن نسأل ما الذي يعزز قوتنا حتى نجعل الولايات المتحدة تغير سياستها، ابتداء من بناء لوبي داخل الولايات المتحدة في مواجهة اللوبي الإسرائيلي، وثانيا بناء تحالفات إقليمية وعلى مستوى المنطقة بين العرب أنفسهم وبين العرب وقوى أخرى كتركيا وإيران وغيرها، وثالثا بترسيخ البنيان الداخلي الفلسطيني وتقوية الصف الفلسطيني، ورابعا باستنهاض حملة عقوبات ضد إسرائيل. جيد. هذه هي الوسائل للتأثير والضغط. إنما أشكرك دكتور بأن الولايات المتحدة ستحل المشكلة، هذا سراب. أشكرك الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أشكر انضمامك إلينا برنامج الله. كلمة أخيرة أستاذ معن، هل نحن أمام عودة لمفاوضات أم ما زالت معلقة إلى أن تصبح المقاومة هي الأساس على خطاب أنا أعتقد، أنا أعتقد أننا أمام مرحلة لا تفاوض ولا حلول مع الكيان الصهيوني إلا إذا حدث تطور حاسم على الأرض، وأنا من الذين يعتقدون أن تطور حاسم على الأرض قد يحصل في فترة ليست بعيدة. أشكرك معن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، أشكر حضورك معنا هذه الحلقة، كما نشكر أيضا انضمام الدكتور سعيد اللاوندي الخبير بالعلاقات السياسة الدولية في مؤسسة الأهرام، ونشكركم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة معنا، والسلام عليكم.